Zol, zo meteen tonar, zol, salam alaikum. تحياتي مغرب ميديتراني ريفلاند، تحياتي مجاهد النمارة من المجان. هذه الحقيقة هذه جنة واحد المباشر استعجالي استثنائي، لا بد نخرجوا هذا الميساج باش ما يديوناش على شي طريقة. الشعب كاين شي ميساجات خطار يخرجهم المخزن باش يدينا على شي طريقة أخرى. المهم استناو الإخوان الأخوات التحقوا، المجاهدين ديالنا يبارطاجيو باش توصل الرسالة، باش يعرف له هذا المخزن مع من كيلعب. شنو الأخت أمينة عزيز، عاش الشعب المقهور ولا عاش من خانه ولا عاش فرعون السادس. الله يعزك الاخت ديالي، الله يعز كل اللي فيه شويه ديال النفس وكينصر كلمه الحق. مثلا عبد الواحد ونعيسى، زول زول، السلام عليكم يا مار. العز العز الشرفاء ديالنا الاحرار اللي ما كيقبلوش الذل، اللي ما كيرضوش به، باش كيوقع ليهم الظلم والحقره. السلام وما تنغ فكري وما تنغ ادم بلاش، يحفظ ربي يا مجاهد. تحيه طم قرنزي السير اسبانيا، المجاهدين راهم عبر العالم. اللي يمشي غلط يقول له راكم بقلال والاخر. كاينين المجاهدين، كاينين المجاهدين اللي غيقاومي هذا المخزن الحقار. مازول ومازول، السلام عليكم الاخوان والاخوات. في الحقيقه هذا واحد المباشر استثنائي، راكم عارفين ان الاغلبيه كندير المباشر، كندير الراديو، كنتلاقى مع الاخوان والاخوات كل اربع والسبت، ولكن اليوم كان واحد الموضوع استثنائي ولا بد نخرجوها الاخوان والاخوات، ولا بد، لا ولا بد. لحقاش هذا المخزن عقنا مع الالاعيب ديالو، عقنا ما بقاش كياكلوا هذوك الخزعبيلات ديالو. تفتحوا هذوك الاكاذيب ديالو باش يخرج لك موضوع، باش ينسيك بموضوع اخر. عصابه كما قالها جدنا مولاي محمد رحمه الله ورحم جميع الشهداء، قال لكم انتم راكم عصابه. قالها جدنا واحد الوقيته. استناو شويه الاخوان يلتحقوا. المهم الا ما التحقوش المباشر، المهم غادي يبقى هنا هذا الميساج اللي غادي نفوت ندرجو مع الاحرار ديالنا والحرائر عبر العالم. واخا انا الدارجه ديالي انا كندير واحد المجهود كبير باش ندرج نوصل الميساج. الدارجه ديالي فيها شويه الكربات كما كيقولوا، ولكن كيفهمها المخزن مزيان وكيفهمها ولد الشعب. لحقاش حتى انا من ولد الشعب. نعم سيدي، تحياتي الاحرار. المهم الاخوان الاخوات غادي ندخلكم في الموضوع كما قلت. اللي التحق غادي يلتحق يسمع دابا شنو غادي نقول، واللي ما سمعش المباشر غادي يبقى هنا. وبالخصوص المقدميه والمخزنيه راهم هنا غادي يديو الاخبار لسيادهم اللي باعوا ضميرهم من بعد الدراهم القليله. الاخوان والاخوات كما شفتوا هاد الايامات واحد الاخبار خرج كما قلنا لكم، حنايا كنتبعوا كبيره وصغيره. واخا ما شفتش انا كاين الجروب كيشوف، واخا ما شافش الجروب كاين الاحرار والحرائر كيشوفوا كيسردونا المعلومات والاخر. يعني اللي ما نشوفوش كيشوفوا الاحرار والحرائر، يعني هذا المخزن ما عنده مازق.
ها شنو هو هذا الخبار؟ خرج واحد الخبار من المعتقلين السياسيين الابرياء اللي خرجوا يطلبوا المطالب عادلة والمشروعة، ومحمد ولا فرعون السادس، سما محمد خسارة فيه هاد السمية، فرعون السادس عطى الأوامر باش يدي هاد الأبرياء يديهم للسجون وزيد عليهم التعذيب وهذاك الشيء راكم عارفين الإخوان بلا ما ندخلوا في التفاصيل. خرج الأخ طارق مهين اللي كان ضم معاه قلبا وقلبا، هذاك ولد الشعب، هذاك خونا، خمس يري فيه خونا حر فيه النفس، دجا كيدافع على الشعب برمته، كيحقروه في السجن، ويعني هذا الشيء باين. شبروا المخزن ظلما وعدوانا، وكيكمل عليه في الحبس الداخل. وكان الاخ الصنديد الشهم نبيل احمجيق، كما شفت بزاف د الاخوان كيبارطاجيو على حائط العائله ديالو، كيقولوا ودي المخزن منعوه باش يكمل القرايه ديالو ولا يجيب الاجازه ديالو والى اخره. هاد واحد اللعبه رماها المخزن، المخزن باش يلهينا الاخوان والاخوات. علاش المخزن؟ هو عنده المدارس، عنده المستشفيات، باش يمشي باش يخلي يقرا، باش يخلي الاخ احمجيق يمشي يقرا. هذا واحد الامر خطير الاخوان والاخوات. ياك الحراك خرج على هذوك السبيطارات وفين يقراو الناس، الجمعيات والى اخره، كيفاش دابا هو المخزن في خطرة عنده فين كيقرا الناس؟ المخزن اللي كنهضر على السجناء داخل الحبس، كيقول المخزن يعني المخزن عنده فين كيقرا السجناء. هنا واحد الامر خطير بزاف الاخوان والاخوات، خصناش ما نمشيوش الطرح ديال المخزن، لحقاش المخزن هو اللي هو بغى هذا الشيء. تهضروا على هذا الشيء يا ولدي، راه ما خلاش بنادم يقرا والاخر، ما عارفين الاخ الصنديد البطل نبيل احمجيق هو النيه ديالو حسنه، هو المخزن غادي يختار عليك شي لعيبه باش انت تمشي تهضر عليه. دابا الاخ والله الصنديد الشهم نبيل احمجيق ما خلاوش يكمل القرايه، خرج قال هذا الشيء. المهم حنا شفت على الحائط ديال العائله ديالو، وهو المخزن هو عارف غادي يخرج هذا الميساج للجماهير الشعبيه على حائط العائله ديالو. هو المخزن هذا الشيء اللي بغى الاخوان والاخوات. نقول لكم علاش المخزن هو هذا الشيء اللي بغى، لحقاش المخزن ملي حنايا نمشيو نهضروا على هذا الشيء كلشي في الفيسبوك في المواقع التواصل الاجتماعي والى اخره، هذا الشيء كيقول المخزن المنظمات الحقوقيه اودي واخا انا عندي سجين، ولكن تاني كنقريه كنخدمو كنوعيه والاخر. يعني المخزن هاد الطريق اللي بغى يدينا. وياك نبيل احمجيق والحراك الشعبي المبارك خرجوا على هاد المطالب، خرجوا على السبيطار، على المستشفيات، العيش الكريم، فرعون السادس عطى الاوامر يسجن هاد الابرياء 20 سنة، 15 سنة، 10 سنين والى اخره. كالمثل ديال الاخ طارق مهين، ما خلاوش يتعيط مع العائلة ديالو، كيحقروا الداخل. دابا المخزن حنايا كاحرار كولاد الشعب ملي كنشوفوا شي حقرة كتوقع في شي سجن كنخرجوا كنهضروا على هاد الشيء وكنستنكروه. ولكن تاني من بعد المخزن كيستجب لهذاك الشيء. علاش المخزن ما كيبغيش الطالب ولا تفرض الخروج ديال هاد المختطفين؟ هو ما كيبغيش هذا الشيء، باش دير التدوينه ولا تهدر في المباشر تفرض، هو يرمي لك الصناره. حنايا كنديروا ما عارف ما لقيتهاش المصطلح، حنا كنتبعوا المخزن، اوكي الشعب تابعوا مواقع التواصل كتهضر غير على هذاك الشيء، او خصك تعطي له دير التليفون هكا هكا، من بعد يخليه يعطي له يستجب له هذيك الاخر، كيقول له كتناضل غير على هذه المسائل البسيطه هاك صد فمك.
يعني هذا هو اللعبات ولا الخزعبلات اللي كي كي كيعمل كيلعب هذا المخزن، لا سواء مع المختطفين ديالنا ولا سواء مع ولاد الشعب. كيدينا في واحد الروايه حنايا كنتبعوه، قال لك اودي الاخ واه صرح بها اخونا نبيل احمجيق، ولكن هذا الغرض المخزن. واخونا نبيل حسن النيه لحقاش يمكن كان كيقرا ولا اخر ما خلاوش، باش هو المخزن بغى نخرجوا نهضروا على هذا الشيء، نبقاو نطالبوا نقول له كل التضامن، كل اودي خليه يقرا، علاش وقفتي من القرايات؟ فين عندك فرعون السادس؟ فين عندك الجمعيات والمدارس والمستشفيات؟ ياك هاد الدراري خرجوا على هذاك الشيء. خصنا هذا المخزن نشبروا معاه الاخوان، ما غاديش يبقى يستحمرنا ونبقاو تما ندوروها، لا. ولهذا فرعون السادس، وهنا عاود كنجد الاخوان والاخوات المغاربه الاحرار اللي كيتواجدوا هنا في الدياسبورا، اليوم 4 شهر 3 كان واحد الوقفه امام القنصليه العصابه هنا في اوتريخت لفرض، ماشي نطالب، انا ما كنطالبش، هذوك الدراري ما دايروا والو، حنايا ما كنطالبوش ما كنطالبوش، كنفرضوا، خصنا نفرضوا. المخزن يعجب له هو تطلب له تقول له اعطيني دير لي، لا تفرض، تفرض عليه، تفرض عليه على هذا المخزن اللعين الخسيس. ولهذا كنجد الاخوان كان واحد المبادره دارت، قرا هذه المبادره تقاس بها وغادي تقاس، نوري له هذا الفرعون السادس، حنا ما كنطالبوش كنفرضوا الافراج او اطلاق سراح كافه المختطفين والمعتقلين السياسيين الابرياء وعلى راسهم الصنديد البطل ناصر الزفزافي. نفرضوا هذا الشيء، كيفاش نفرضوا؟ مثلا كما قلت لكم الاخوان الاخوات، الا حنا كاملين بغينا الاخوان ديالنا يخرجوا من السجون، كاملين كاملين. الا بقينا كنهضروها ولا كن تدوينها الحريه، هذاك المختطفين الابرياء هذاك الشيء، المخزن ما غاديش ياثر عليه هذاك الشيء، كيقول له هذوك يهضروها. كيفاش نفرضوا على الاخوان والاخوات باش نخرجوا المختطفين ديالنا؟ كيفاش نفرضوا؟ مثلا كل مره نتحدوا نديروا شي مباشر جماعه، لا سواء المغاربه الاحرار، الريافه، سوسيش، الحي الاحرار، مثلا نرسلوا منظمه حقوقيه. انا هذا اللي كنقول، هذا الشيء اللي كنهضر عليه ماشي شي حاجه مستحيله، هذا نقدروا نديروه، راهنا في اوروبا كل شيء ايميلات يسرد بنادم، كل شيء ماشي مستحيل. مابقاتوش في الاراده، واش بغينا بصح نخرجوا الاخوان ديالنا من السجون؟ هذا المخزن الا ما فرضتيش عليه، الا ما فضحتيش، الا ما شوهتيش، بالخصوص هنا في اوروبا، اما الاخوان ديالنا مساكين لهي في البلاد كنقدر لهم الظروف، الله يحسن عوان. اواه حنايا ما كنقولوش الاخوان ديالنا كنفرضوا عليهم، كل نقول لهم شي حاجه خرجوا ولا ديروا، احنا هنايا الصوت ديالهم الاخوان والاخوات. الحاجه الثانيه، نمشيو بغينا نخرجوا الخوت ديالنا نفضحوه نشوهوه ونذكروهم، حتى هاد الاوروباويون نذكروهم، نخرجوا عند التمثيليه ديال فرعون السادس مثلا، القنصليات، السفارات، التمثيليه ديالو، نخرجوا بالالوفات المؤلفه كما كيديروا الاخوان ديالنا الصحراويين، متفقين وموحدين على واحد الهضره. كما قلت دارت واحد المبادره اليوم 4 شهر 3، نديروا واحد الوقفه هنا في اوتريخت امام القنصليه ولا التمثيليه ديال فرعون السادس هنايا، لفرض اطلاق سراح الابرياء، نذكروهم. ودارت هذه المبادره، غادي يجيو الصحافه غادي يجيبوا اللافتات ديالنا، علاش وقفنا تما، علاش والاخر، الصحافه غادي دير الخدمه ديالها. انا شخصيا تواصلت معاهم، راهم مستعدين يجيو، لا سواء المحليه ولا سواء الاوروبيه. الاخوان الاخوات نفرضوا، ماشي يجي المخزن هنا يبقى لي هنا، الا غرا هادي ارا هذا، ما عطالوش يدير التليفون، انا ما عطالوش التواليت، لا 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 لا، حنايا نفرضوا الاخوان ديالنا خرجوا، طالبوا المطالب العادله والمشروعه، خرجوا سلميه للشوارع، يعني ما كان بو الخزعبيلات، يعني كنناشد هنا المغاربه الاحرار، المغاربه الاحرار. راه كاين واحد الوقفه كما قلت لكم، نقولها ونعاودها ونكررها، اليوم 4 في شهر 3، اليوم الجمعه من 12 حتى الوحدة ونص، كان واحد الوقفه عند القنصليه ديال اوتريخت ديال التمثيليه ديال فرعون السادس.
لفرض اطلاق سراح المختطفين الابرياء. غادي نهزو اللافتات، نطالبو هاد الشيء في اللافتات كبيره، ونهزو التصاور ديالهم، ونفضحوا هاد التمثيليه. لحقاش هاد التمثيليات ديالهم، هاد القنصليات وهاد السفارات كانت في فرعون السادس، نوقفوا لهم تما، تجي الصحافه تصور هذاك الشيء تتلوحوا للعالم، يعني تكون واحد الفضيحه عاود، ونفكروا بها المخزن. واش تصحاب لك حنايا نسينا الاخوان ديالنا اللي راهم في السجون الذل والعار، ولا لا لا؟ الوباء بدا كيتجمع هنا باوروبا، الحمد لله راجعين لك كما العاده، وكما اعطينا العهد والقسم للاخوان ديالنا الابرياء اللي تسجنهم فرعون السادس ظلما وعدوانا. هنايا ما غاديش نسكتوا على الاخوان ديالنا. انت ملي تجي له بواحد الكم هنا القنصليه، صحافه تصور هذاك الشيء، ها جيت تشوف فضيحتك فضيحه يا فرعون السادس. واه فرعون السادس. يعني هنايا الاخوه المغاربه الاحرار، الا بغيتوا راه عندنا خوتنا تما، راه عندنا بزاف الاخوان ديالنا راهم تما من الدار البيضاء والى اخره. كان الاخوان ديالنا عاود من الريف، يعني الا بغيتوا نفرضوا ونذكروا المخزن باللي حنا عرنا هنا على العهد والقسم، بقول يعني النهار الاربعاء المخزن المقدم، راني عارفه راك هنا كتصنط ودير دير التقرير، وصل هذا الشيء لسيادك، اوصل وصل، اقول له ما كاين لا تراجع ولا هم يحزنون. واش سجنتي هذاك الدراري ظلما عدوانا، وتوريو لك الاحرار والاحرائر، وغاشنو غادي تجيب لك هذيك 20 سنه ديال الحبس، ونعم السي تبقى ديرنا الخزعبيلات، خرجنا منها ومن ايه على قطع ما خليتيهش يقرا ولا اخور، هذيك الخزعبيلات فاقوا معاك، اطلق للدراري، اطلق للدراري يا عمي فرعون السادس، واطلق للدراري. اما غاديش يسلكك هذا الشيء، راه عاد جاي الفضايح، راه جاي الفضايح عاد، ما توقعهمش فرعون السادس، ياه هو اللي سجنهم، فرعون السادس اللي سجنهم، ماشي هادوك الشمكارة اللي دايرين له. لا الملك ديالنا، هادوك الشفارة اللي دايرين به. نعطي لكم واحد المعلومة أولاد الشعب، اللي كيقول لك لا راه ملكنا هادوك الشفارة اللي دايرين به، نعطي لكم واحد المعلومة. مشى واحد المسؤول منا ريفي، المهم هذاك شياط باع الضمير ديالو، بقى مع الطاولة عند مائدة العشاء مع السفاح مع فرعون السادس، جبد له هاد القضية ديال المختطفين ديالنا. قال له أسيدي راكم عارفين العبيد، سيدكم والله راه الدراري راه الناس في أوروبا كتخرج في المسيرات، راه فضحونا مع المنظمات الحقوقية مع السياسيين، راه كيديروا وقفات، راه كيديروا مسيرات، كيفضحونا. والسفاح محمد ستة فرعون السادس ما خنزر في هذاك المسؤول، ما عجبلوش الحال، قال له خليهم يترباو. وهذا هذه المعلومه ديها مني، والمعتقل السياسي السابق الاخ جمال منى هضر على هذا الشيء اللي كنقول دابا هنا، هضر عليها. فرعون السادس قال خليهم يترباو، يعني هنا المسؤول فرعون السادس، ما كان بون مسؤول ولا هذاك اللي داير له هذاك عدم ليوت يا خاي. شوف شي واد سير رميه تما، فهمت يا الاخوان؟ فرعون السادس هو المسؤول، ما كاين بو هذوك الشفاره، الشفار الكبير، لو كان هذاك الكبير ديالهم ماشي شفار، حتى الصغير ما يكونش شفار. يعني هنا كنجي كنذكر المخزن، وكنذكر الاخوان والاخوات، خصنا ما يديناوش هذا المخزن على شي طريق اخر. الاخ السنديد نابيل حمجيق يكمل القرايه ديالو برا، ياك 20 سنه اقرا ولا ما قراش، فين المدارس تما؟ في السجن كاين المدرسه، ما كاينه برا تكون في السجن. يعني هنا الاخوان المخزن اللعين كيلعب على هذه القضيه،
باش حنايا نخرجونا نوصلوا له الميساج لصالحه. لا، ما كاين بول المدارس، ما كاين بول المستشفيات، كيفاش عاد يكونوا في السجن الاخوان والاخوات؟ بنادم يفكر باللوجيك باش يقول لهاد المنظمات الحقوقيه شوف راه عنده كيقري الناس ديالو، كيعلمهم، كيوعيهم، والاخر هذاك الشيء. لا عمي لا، ولا اخرج الدري يمشي يقرا يكمل القرايه في برا ماشي في الحبس. راه عطيتي له 20 سنه ها قرا ولا ما قراش، الا كاين برا واخا الا قرا بعدا جاب الاجازه ديالو بعدا بعدا يقدر نقولوا شي حاجه راه اوكي واخا. دابا كترمي نص النهار وحنايا كنتبعوك. لا الاخوان بنادم خصو يحضي راسو بهذا الشيء، هاد العباد ديال هاد المخزن. فاقو فاقو، بنادم خصو يحل المسائل قبل ما يدير شي تدوينه، قبل ما يدير شي مباشر، قبل ما يقول شي حاجه. بنادم خصو يحل المسائل. حقاش المخزن كان ملك الطعمه، حنايا كنتبعوه. ولهذا والاخوان الاخوات كنحييكم عاليا. الاخوان ديالنا خصنا نفرضوا الخروج ديالهم، نفرضوا. ما كان بوقريني ولا عطيني التليفون ولا عطيني التواليت ولا عطيني شي حاجه. لا الاخوان هذوك الدراري خصهم يخرجوا يجيو للوالدين ديالهم، يرجعوا للديور ديالهم. ونعم السيدي، من بعد بنادم يشوف هاد فرعون السادس راه فضيحتك فضيحه، والفضايح اللي جايين فرعون السادس. الاحرار هنا في اوروبا راه كيعريك، انا ما تعريتي انت ما كتحشمش، ما عندكش طبعتي مع الصهاينه، عاد كاين شي فضيحه اكثر من هادي المطبع. يعني الاخوان الاخوات هنا غادي نخليكم، نتمنى لها الرساله وصلت. ايت ما تسويت ما اكيم تختصر شويه سريفشت قطوارد من دان غادي ندار مخزن ان شقوم مثلا غنابي لحم جي قبوبرير قيس بدي خطغوري وقادي جا ديك المره ديال الاجازه النس انت مخزن رمي سبده ومثلا غا حمجي بطبيعه الحال ومثلا غنابي لحم جي غادي غادي السيور ولكن ثاني في الطعم في قيت مخزن يقى منايا باش داز ناس السور ثمانايا فيقى في الجدي غاسين او المنظمه الحقوقيه ذاني تذكينا دي اوروبا سنين او زيخ انت غاسل في مزيدا وين غاسل مدارس غاسل ذا الماني قان او مليح يعني خصو نطرح شادي الطرحة واني تنشي اللي خصها نفرض انفرض وجي انت انفرض ايا يتما قال واد المشكل بدا غير ما نشي نتاواه وش انا اخويا انا انفرض ايا يتما مين زي غنفرض مثلا نجمع يجنا ماريخ نغدي شان لاف ديال الراديو الراس المنظمة الحقوقية أقد الوقفة الوقفة يا إثما الوقفة إن شاء الله تني غي سبورين فرعون السادس ذا الوقفة نهانا بعدي شهان تريث يا إثما سويت مينو عزن قال كسي المبادرة يا ثاني تنت رمخزن يفغش ديريكت ستنوية رمخزن يتسر أرخو قبل توقع يجل الوقفة سجل كم ضم قران غل قنسولية وفي ثار من ويوقع عن عماس ومن دقوارك تعظيم أنا يا إن شاء الله أنت ما تنقين عاد دير حبس واش اسن الوعد القسم هي ايتما تسويت ما يني ذا ايتما ثرق انفرض ثمانية ذيني الوقفة عاب عادي شهان ثلاثة طافي القنصلية وفي فرد ذي اتريخت زيت عشر واحد تونس نغير واحد ساعتني بساعة تونس اضعف الايمان ادنا سنفضح فرعون السادس حتى الصحافة ادن كسلة في تفطيم قرانين اللي سناري من نازو اطلاق صراح او فرض صراح المعتقلين الابرياء الشعب عريفي ذا في اوروبا يتتاس من يفرض منايا تنزل في تثمقتيم قرانين انا كسيت صوانا يتماثنا حتى الصحافه تصوى منايني او شتاس ذا تفارج اتفارج ذا تزادر فضيح انت نعاود السادس اخمي ذا تزغات قد منايني غادي نطاش هذه العالم اقصقف ار مخزننا ثمانية سي خصنا وجي وطالب وشايب ار الزوق والو قال شنا فالدراري فوند طالب تان سلمية حضارية 20 سنة الحبس 20 سنة الحبس يعني رمخزنا وانيتا خصنا نفرض هي ثما تسوي ثما نفرض ونجي نواث خص سلمية قال شنا كنغدا في اوروبا غنغطاس الطرق يزي غنفرض يزي غنفضح ثما هي ثما تسوي ثما ثمانية غارة دومينيغ النصيحة هي ثاني تاني غير المباشرة واني تتوا ضروري تفضل كيسير مش سلم شي تمرقى كون رابع السبت ديال الراديو ولكن ان شاء الله في الشهر مرقى ديال الراديو
انسيو الكتاخ منايا انسيو الخلوق خلوق فيا كتار هيا يتمات سوي تما يتمات نغنو شاسم عاهد قد شي طارواني مجاهدل هيا يتمات سوي تما نشي طارواني مجاهدل وناطي سجدج وناطي وناطي جد موتي جان هيا يتمات سوي تما وجد بعشرة اجن موتي جان اني ذا يتمات نغ شارة ثم قمين من يقعني الدراري مرن سمح ذا يسل طاق مش تيقنش سحس اخ ميدي تيقرن شنو مخزن هيا يتمات سوي تما ما رأتي ويا نغر موت خوبري ذا واني تض الشرف إيه الشرف هي ثم سوي ثم وتجبود المشكي ما يمي بنادم إن صار أور نرحق وار بالعالمين إنش ما رزري ذر منكار بدقة غوارة ربدا 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 مين زيد جدي مسرمل أخس مين تخسدي خفلنش تخسي في وما شام سرم أزري ذر منكار الهاث ما رزري ذر منكار والتنهيد شاش تدير منكار مني ثم سوي ثم نعم سيدي واه من هي يجان الشيطان طارواني مجاهد جدود النفجين نقدر عز عزة النفس ولا نجي البود الجاية تما تسوي تما هادي يا سي الجنتو غايتعبي رغم انا ديس هذا هي راه مش خصك يتقصر حارزي من هي تما تسوي تما زير بداك كاد الغاري فيه عجن خاس حكيفة عظيفة لا يا تما لا 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 وهذا حق النغ خاص ندافع يتما تنغني الجزء الزين فوق الخانق مش حاخا نصغوي نستازي اوروبا قانا نغي يتما تنغي جون دي اوروبا الخطابات بوناسا قاين غاري ذا مار ذوك جدي فو بوبري مش حاخا نغي دافع مش حاخا نغي السيور ليش غاك النيو وين الخطابات الاغلبية انا يتما تنغسو يتما تنغ سنتني الخطابات وما تنغ ناصير انا قارسي بوناسا قارسي المختطفين النغ للشينا قانغا وارناش ابو نصار أجلول أي حمجي قال حاكي أي ظهشور أي غيب اسمح قال اختشامين الدراري يينا واه ذمنا يا إثما سويثما تشام رقين غذير إن شاء الله ذي على الراديو نسور كتاف منا يا نجدو من ليه تغى ضرورة تسور غا نقطة يا ثاني تيشا يورينو ما يميل خوز عبيلتان رمخزن بدات نفضح صافي صافي حيت ما سويت ماكن يحفظ الله تعالى ايوزك نيو امرت ان شاء الله ديري في الشضيار الراديو حيت ما تنغي تجي ندير حبس خير خان غدار رقم تاي تما كان خا لكن يحفظ الله تعالى ايوزك نيو وتتغزم المسامحة مرا نتشن وورا موني هو تجي امو مرة مرة بنادم يتفوق شوية السيطرة اخر تغيما ذي وذا تغيما ذي تما ثنا واد نتيسان كوعدا حد رمخزنا يحقارانغ اين قانغ في ودر وقت النس ان شاء الله يا ثما سوي ثما الاتحاد النغ باش نحوز نحوز رمخزنا يحقا غطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.